الصيف ولا والشتاء وانا اهلا فيكم مشاهدينا ومستمعينا من جديد. في الاستديو عندنا ضيوف مميزين للغايه، قلب العنا رشيد الحويطي وزايد الرماش. هم شابين تصدروا مواقع التواصل الاجتماعي في مقاطع فيديو، وطبعا هذه المقاطع صورت حبهم وارتباطهم في زمن الثمانينيات الميلاديه في كافه تفاصيل حياتهم. طبعا قلب العنا او زايد الرماش، هالشابين عايشوا رحلة الطيبين وطبقوها على أرض الواقع، وانطلقوا من تبوك مسقط رأسهم مرورا بالعلا والعاصمة السعودية الرياض، وصلوا اليوم إلى دبي ولقطناهم حنا بالاستوديو. قلب العنا أهلا وسهلا فيك يا مرحبا. زايد الرماش أهلا وسهلا فيك، نورتونا بالاستوديو. والله النور نور. أول شيء أنا أبغى أسألكم، وش اللي خلاكم ترتبطون بجيل الثمانينات وأنتم ما لكم علاقة بجيل الثمانينات؟ صدق صحيح، بس هي تقدر تقول حب او هوايه للشيء القديم، مع اني يعني ما عشنا في الاجواء القديمه، عشنا في اخرها، بس حبيت الاجواء هذه. ودخلت مثل ما ذكرنا في التقرير الاول حق ام بي سي. ايه اللي سواه معكم منصور. اي منصور مزهر. يمسي عليه بكل خير. هذا صديقنا الشمالي عاد. وسام اسلم. فمثل ما تعرف تعلقت في اجواءهم وجلساتهم وحياتهم الطيبه. ودخلت عاد فيهم وقمت أجمع الأغراض وأشتري الأغراض هذه إلين ما جمعت كمية منها، وشوي بشوي عاد فكرت إني أشتري سيارة اللي هو الكابرس، يعني حبيت أن أتقمص الشخصية القديمة. حلو. أيوه. وبعدين أبو رمش تدخلنا مع بعض وقمنا ندخل فيها. هذا الاسم الحركي ابو رمش. اي هذا ابو رمش اسلم. ايوه. عاد دخلنا طول العمر في مجال التمثيل، هو جاني قال وش رايك نمثل ما دام عندك اغراض ما شاء الله وكذا، خلينا نمثل، مع اني ما اول مره اجرب في حياتي اني امثل. والحمد لله سوينا فيلم الساعه الجزء الاول والجزء الثاني وحققت نجاح الحمد لله. شفناه. ايوه ما شاء الله تبارك الله. بس كويس جايينك. طب انتم يعني خططكم المستقبليه لمثلا كل هذا اللي قاعدين تسوونه، هل في هدف معين ودكم تسوونه او توصلوا له، او حتى في رساله معينه ودكم انه الجيل الحالي يفهمها؟ صحيح. شوف يا انس تغريد، اول شيء هي يعني رحله الطيبين هذه اللي احنا قاعدين عليها، يعني هي ضمن الفعاليات، يعني حبيت نجرب اللي هو الرحله هذه، كيف الناس الاوله اللي هو جيل الطيبين كيف كان يسافر وكيف كانوا كيف مشقات السفر، فسويناها الحمد لله، ويعني هذه ضمن الفعاليات نقدمها. فاحنا عندنا تمثيل الحمد لله، واتمنى يعني الدعم خاصه في التمثيل والاشياء هذه. وجودكم هنا هذا اكبر دليل ان احنا داعمين ومتبنين لهالمواهب. يسعدك والله ما يحتاج. طيب دقيقه بس، انا بحول على برمش، انا عجبني يوم قلت لها برمش كسرت الاسم هالبيجر. يا اخي وش سالفه هالبياجر اللي انتم مرززينها؟ تشتغل؟ ها؟ اي شغال. اقدر ارسل لك 999 ترد علي بسرعه؟ انا احس ان يا اخي خبري والله. ها؟ كويس في الجيل هذا اللي يفهم البيجر وش معناته؟ تروح معنا في الكدلك ضروري. اول شيء مكيف ولا لا الكدلك؟ اي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. انتم شكلكم مختارين فتره الشتاء تتنقلون فيها عشان ما يفور عليكم الكدلك. توني انا ابدا بسلم عليك وعلى تغريد وعلى المشاهدين الكرام. بالنسبه لاختيارنا للكدلك انه سياره مريحه، وصح انه الامريكي يحتر بالصيف بالذات هنا في الخليج، عندنا احنا في الشمال الجو بارد ومناسب تقريبا. حتى في الصيف اشوى من الجو هنا. تعمدنا ان احنا نمشي في اخر الشتويه بحكم الجو، حتى احنا كان نوقف احنا جنب الخط في النهار، في الصيف ما تقدر تسوي هذه الاشياء يعني، حتى لو كان معك سياره ثانيه. فهذه من الاشياء اللي خلتنا احنا ننجبر نختار موديل الكدلك. يا سلام.
كم موديلك؟ 89 89 يبي لها ترى فره ترى انا بالنسبه لي يعني والله الله يلعن اللي ما يفر فيك انا الاخر كذا يعني يعني انت اكيد علي بالنسبه لك شفت بعض من نقدر نقول يعني الصور اللي كانت موجوده في الثمانينات بس بالنسبه لي انا يعني ايش قصدك انا فاصل عداد مثلا والله ما متى ولدت يلا قول لا يعني صراحه لا لحقنا عليها لحقت عليها بعدين انا موعود بشريط كاسيت ترى المين اي والله ترى الله يرحمه ابو عبد الله جاك هديه مني طلال مداح يعني كفى الله يرحمه وتحيه طبعا بس انا عندي فضول وين قدرت تلاقوا هذه الاشياء كلها يعني هل لقيتوا صعوبه هذه المشكله والله انا بعض الاحيان اني ادخل مزادات علشان اشتري قطعه بسيطه يعني في اغراض اني اشتريها يعني ما لها طعم المزادات في السعوديه ولا برا لا لا في السعوديه ودخلت جروبات واتساب علشان اجمع الاشياء هذه انا كنت اشتري اغراض يعني انا من تبوك واشتري اغراض من الشرقيه يعني قيمه الاغراض قيمه الزاج للشحن اغلى من قيمه الغرض بس عشان النشيه نعجب هذا دليل انك هاوي اي والله ايش رايك يا ابو رمش والله جوه هو اللي خلى انا ما كنت ترى انا سحرته ترى على طاري السحر انا جايب لكم سحر بس اصبر بسالك بسالك والله اني ناويك نيه الله يسلمك اول شيء بسالك سؤال بس قبل ما اسالك هالسؤال نبي نشوف مقطع قبل يمكن حوالي شهرين اذا ما خانتني الذاكره يا شباب بندر معنا في الكنترول بندر اللي تواصل معاكم اي بندر كان لكم تقرير كان لكم ظهور تلفزيوني خلنا بنشوفه وبعدين برجع اسالك يا حبيت اسالها عن مواصفات رجل الاحلام احب انه هو يكون خلينا نقول رجل من الزمن القديم شويه لان الزمن الجديد مو عاجبني نهائيا فلو في ريال من الزمن القديم انا موافقه من الحين من غير ما اشوفه انتبه الرجل القديم سي السيد كان يعني ما في كثير يمكن اشوف الرجل الجديد بعد سي السيد ولكن سي السيد بطريقه مختلفه يعني احنا لما انا اقول ابي رجل من الزمن القديم ابي رجل يشابه بابا ابي رجل يشابه اللي ما عندهم كذب ما عندهم لف ودوران ما عندهم استغلال قولوا ام بي سي في اسبوع ما يضبطكم انت كان لك لقاء قبل شهرين يا قلب العنا تقول انا ما انا من جيل الطيبين وانا قديم وانا ما يمكن ما في ولا واحده تقبل فيني يا الله ها ما شاء الله تبارك الله المهر خلينا نوفق راسين بالحلال المهر فلوس قديم ولا جديده بس موافق والله ولا جاهز القروش نفس المواصفات ترى اللي فيني يا عمري يا عمري هذه المواصفات اللي فيك بس عندك اللوكيشن حقها التقرير قبل كذا انه صعب انه تلاقوا واحده تتقبلكم ما ادري ليش فنبغى نعرف ايش مواصفاتكم انتم للسيدة المناسبة أو الأنسة المناسبة اللي راح تصير سيدة لو ارتبطت فيك طيب أنت الأنسة تغريد يعني أنا لو قلت لك مثلا أنك تروحي معي وتعيشي في مكان يعني كله قديم أشياء قديمة أيوة. وحتى الطبخ بعد. والأشياء كلها قديم في قديم تلفزيون قديم كل شيء قديم ما في جوال ما في لا سهرة على العود وبس عمل لي الجو هذا ولا لا أسبوع واحد بس تكوي بالمكو اللي فيه جمر تحطي جمر جوه عاد طيب ها نصمل ولا نغير الموضوع صامل والله والله صامل موفقين وموفقين أنا من إيدك هاي إيدك هاي طب ما جاوبتونا ما زاهبة فلوس زاهبة زاهبة ما علي موجودة ما هي مواصفات عروس الأحلام عندك مواصفات شروط معينة نفس المواصفات اللي في العاد والله ما تبغى مواصفات خويك طيب وإذا قالت لا طيب والله اذا قالت لا 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 اسمع بسمع مو اذا قالت لا دقيقه عراقي واسحب على قلبي دقيقه قلب العنا دقيقه خذ راحتك يمكن ما تقول لا يمكن تقول والله انا موافقه على قلب العنا بس بلبسه بدله وبلبسه كرافته وبلبسه ما عندها اي مشكله اللي قبل شوي هذه ما عندها اي مشكله سحب عليك بريال يا فرمش اسمع ما تشتغل لو تبغى شرت البس وين خوي الليالي اللي البضاعة لا ليالي بلا شيء ابو رمش هذا بسحب عليه انا خلاص ابو رمش الموضوع انه قلب العنا يتزوج لا انت اول شيء نبغى نعرف بالنسبه لي والله موافق والله أحلامك مواصفات تكون نفس الجو أوكي. وتعرف تروس بس الباقي مو بعد يعني ايش تروس تروس هذا يعني معناتها ايقاع أه. اوكي رمش الرجل باع القضيه باللي فيها بلا جيل الثمانينات بلا من والله من اول شيء عرض جاه باع القضيه كلها والله على طول اسمع على طول نزل الاصدار حق 2020 والله دايرك تحدث شوف عنده اخت شيء يزوجها ابد نشوف ابد حبيبي الله يوفقك طب الان انت وين بتروحون بعد دبي؟ ايوه دبي هي نقطة وصول ولا هي نقطة نهاية جيتوها بالسيارة طبعا هي بالسيارة الكدلك نفسها كم لكم بدبي؟ تقريبا 4 أيام وين سكنتوا؟ والله نوم عند الشاطئ نوم عند مساجد نوم بعض الحين استأجرنا ذاك اليوم علشان الشواطئ أكثر شيء مكان عجبكم سكنتوا فيه الشاطئ شو اسمه السوحل اللي نهاية جميرة اللي فيه خرفانات
ودق عود وترويس. دق عود وترويس وتجمع. برادك وينه حق الشاحن؟ موجود في الشنطه حق تكدلك. والله 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 لو داري كان قايل له يبغى نمشي يضبط الحين نضبط البراد الحين. انا يا خوفي طول الوقت طول الوقت بالحلقه مفنجد عيوني. ايش قصدك؟ حبيبي والله. طيب احنا ختمنا لقاءنا معاكم، ودنا والله لو نطول. قسما بالله العظيم افضل لقاء طلعت فيه من الله. مرتاح؟ والله ما هو بلله لاجل المزيون اللي طلع. تعطرك لون يا اي ابن حلال ولا لا يا تغريد؟ والله لا هب علشان عيوني ولا عشان عيونك ولا حتى انت برمش باع السالفه كلها. بديت احسب حساب للوضع السيفون هذا جاي جاي. اسمع خويك بيتغير وها اذا ما طق البدله والتاي. والله انا اتمنى يتنظف شوي ترى. طيب ختاما اول شيء شكرا لكم. الله يسلمك. يعطيكم العافيه. وحنا فخورين ترى والله صدق. انا اجيب لك اياها على صعيد شخصي الان، اترك علي الاعلامي خلى هذا كله على جنب الان. فخور لما في ناس تقدم ماده بسيطه، ماده سهله. ربي يسعدك. ماده ممتعه ما فيها اسفاف ولا فيها قله حياه ولا فيها خدش. والله شهاده للمجتمع ولا للعائله، وبالعكس ترى ما شاء الله اللي يحبونكم واجد واللي يفتخرون فيكم واجد. اي لان المجال اللي احنا دخلنا فيه هذا حبته الناس حبته يعني واعجبت فيه. لانكم انتم قدمتوا شيء جدا مختلف وعلمتونا اشياء كثير احنا ما كنا نعرفها عن جيل الثمانينات. والله تعرفوها اكثر على هاشتاج رحلة الطيبين في التويتر، في تفاصيل أكثر عنها بننزلها لكم على ام بي سي الأسبوع بالتويتر بعد يعني. طبعا نبي نتفاعلين أكثر شيء على أي منصة؟ سناب شات أكثر ولا انستغرام ولا سناب شات؟ سناب شات. الله يوفقكم إن شاء الله. ترى فعلا ذكرتونا بجيل التسعينات أيام تشارلي وشغلة كلها. أنتم النسخة السعودية ترى. موفقين إن شاء الله. ربي يسعدك. درب السهالة وين ما تروح إن شاء الله. على السعودية الدمام الكويت وبعدها على عرعر وسكاك وهذا. ما شاء الله رحاله. الله يردكم سالمين امين. تراكم ترفعون الراس وين ما لازم تجيني. لازم تجيني هناك فالعزب اللي عندي على هالخشب ضروري. والله انا مجهز برادك بس. ابشر. والله تمشي على طرف اصابعك ان شاء الله. انتهى اللقاء مع قلب العنا وبرمش. يعطيهم العافيه. العافيه. نتابع بعد شوي.